عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. نعم طيب يا سيدي. وأنت طيب، تفضل. ونتمنى الآن أهل العلم جزاهم الله خير عنا أرشدونا إلى طريق الصواب، فإيه حق أهل العلم علينا؟ أو كيف نؤدي حقوق أهل العلم علينا؟ جزاكم الله خير. والله بارك الله فيكم، الدعاء لهم بالتوفيق والنصح لهم إذا زلت أقدامهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإقالة العثرات قدر الاستطاعة، فليس ثم شخص بمعصوم. وفقنا الله وإياكم.